السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من جديد نلعب دارك سولز. الدارك سولز الجديد في شيء لازم نسويه ما سويته. Bearer of the curtain, seek souls. Seek lest this الأماكن اللي تلاقي فيها الاستس فلاسك الواحد لما ما يلعب لعبة حتى لو لعبته المفضلة ينسى. بس أنا تذكرت الحين الأماكن اللي تلاقي فيها، في أماكن قبل الوحش، في أماكن لما تروح المكان اللي فيه قارب كبير. تعرفون ذا الوجه ديمون سولز الحداد، تشوفون ديمون سولز ذا ملك الهرس الحداد، ويتكلم عن بنته وايش في البداية القصة. أول شيء في ملك وملكة، ملكة قوت على الملك، في المنظار يفرق عن دارك سولز 1. حتى لو رجعت هالو تصير تنغزي. هل دارك سولز 3 بيكون نفس الشيء؟ ما حد يعرف. ده الشيء اللي اسويه اللي يجيبه الصقر
nested inside. الإشارة ما أعرف هو بقى وحش يمكن واحد ما واجهته مستمر ما واجهته يعني فيه لما الحين انا غاضب على ذا الشركة غاضب على ستيم لانه ما في ستيم انا اعتقد ان ستيم هو لازم يسوي الكلاود ما له علاقة غير ال اللي عجبني انه ما مو بلازم تروح النار عشان تفعل شيء عجبني واجد في ذي الاجزاء في اشياء فعلا قصة واضحة بس الغريب حتى لو نزلوا الجزء الثالث الشركة سيبتا بس اللعيبة يسبون الشركة ليش نزلوا ايش معنى قول الجزء نفس الجزء سووا ابديت تحديث تغيير في اللعبة صحيح من التغييرات بس في الجرافيكس الجيم بلاي الليفلات Thank you.
في ذاكرة بعد ممري ممري مع الجاي والممري مع ال بعدين هاي الشيء أضافوه في اللعبة اللي قبل ما كنت أسوي هالشيء. شوف نابلو هاي جليتش ولا وش؟ أي شيء تشوفه غريب مطلوب منهم هذيلا يحاولوا شو يسوون. هني العش بس بدل ما يجيك خلاص نرجع الحين في هنا طريق اختصار اظن تلاقي ملابس اللي هي ملابس درينجوان قصور وش السالفة كل هذي بس عشان خصت الملابس زين ما تقديك الملابس هذا شوي بيطول معاي وما بيقتل احس انهم الواحد بلا وسام بعدين هناك لما ناخذ الخاتم بس ما نقدر تقدر تقتله بس المرة الثانية صح في طريق ثاني تروح تقاتل الوحش صار احس بالهيبة الشخصية ما تستحمل احواجها الحين انا ما العب الفل الجديد العب 4K اللعبة هذه في البداية تتعب قلت لكم في حركة ممكن تروح لورد جاينت وخلاص الحركة فعلا قبل ما اعرفها فما سويتها في الليفل الاول في الليفل الثاني عرفتها
في مكان صعب إذا تلعب اللعبة تروح تنضم لمجموعة يفتحوا لك سبيشال دورز. هاي بسويها أنا في الأقصاد الغربية. هاي من أتباع السبيل حط شعار الشمس. انا مو باخذ الاسلحة هذه السلاح اطور الاسلحة اللي بطورها مرات الزعمة وهي الاسلحة القوية خاصة ذاك السلاح الاسود. بس بلعب دارك سولز القديم بقدم الجزء الاول بدون ابديت عشان اعرف ذاك السلاح واشتريه. مرات يكون الناس تكذب بس غلطان انا اعطيت something ahead. الهبل هذا يعني وش something ahead؟ في طريق كذابين بس يضيعون وقت اللعيبة على الفاضي. منظر الماي اللي فعلا يفهمني في كرايسيس هو ماي الشركة. لماذا أنت يا عبد القدر؟ بس هذي يطلع بياع والله مش في اشياء جديدة والله مو بخسارة يعني سويت تقديم احسب بس تغيير اللي اشتغل في اشياء اكثر من تقديم والله هاد هاي يستاهل نسوي له ريتنج. بنلاقي هني البنت هذي المشوهة بنكلمها عشان تعطينا مال غلا اظن لازم. هذا المقام اللي احس بك لازم تروح هنا وتسوي ذي القصة كلها. بس عشان في زعيم بس مو لازم انك تواجه اوبشن اختيار انا اعتقد يمكن في زعيم لازم قاطع. قبل ما كان كذا اللي يحذف السهم في واحد كان غيره. يا سلام يا
البنت بس المشكلة ما تقدر تستدعي. والله دي المرحلة بس تسلم شكلك ترى مطول. فكرنا ان عرفت انه هو بيت اعطانا هذا الشيء زين. الكلاب مزعجين. هو صح ان نبي اكثر من شخص يتضارب بس السيف اقترب بسرعة صعب. اشوف ليش ما بيشتغل ذكي. بس هل غيروا المكان فيه؟ Oh, how they, honey. What is it? I don't know you, and yes. You don't know me. Things are better that way. You are an odd one. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. You. I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim. Don't hesitate to call upon me. Thank you.
ايه اذا غزانا فانا اتبهدل شوي. في اشياء ما اخذتها صح. The Dark Souls. Titan Shield. Happens. Ah, في شيء يطول نار يعطيك. صح نسيت اسوي. بس مو بهنا في المقام. واو. ليش ما تاوش ما نشوف إذا في حد يساعدنا. لماذا؟ بقعد أنا هني أو بوقف هني. يلا مع السلامة. عشان إذا زودت في الفيديو الوقت الأبلود يأخذ وقت واجد. Good luck.